احنا اتحاد الدارسين المصريين في امريكا الشماليه Egyptian Students Association in North America واحنا هنا في المكتب الثقافي المصري في واشنطن دي سي ومعنا الدكتور محمد حمزه المستشار الثقافي وكنا بنعمل معاه انترفيوز نساله على اسئله تهم الطلبه المصريين في امريكا فالاول كنت عايزه اسال حضرتك هو في معيدين ومدرسين مساعدين بره مصر على اجازات دراسيه وهم قلقانين من تغيير القوانين اللي ليها علاقه بالاجازات الدراسيه وفي مجالات بحثيه مده متوسط عدد سنين الدكتوراه فيها مختلفه عن يعني او اطول شويه من مجالات ثانيه فايه الاليه اللي بيتم التعامل بيها مع حالات المعيدين ومدرسين مساعدين على الاجازات الدراسيه؟ تمام. طبعا في البداية برحب بحضرتك وبالزملاء أعضاء الاتحاد في المكتب الثقافي المصري بواشنطن ويسعدني أن احنا نكون دايما على تواصل معاكم ومع كل زملائنا وأبناء الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا. بالنسبة لبعض التغيير في اللوائح الخاصة بالبنود في اعضاء الاجازات الدراسيه او اعضاء البعثات وفعل مجلس اعلى الجامعات واخد قرار وبيطبق الان على تحديد مده البعثه وموضوع عدد سنوات التريننج. الافضل ان عشان طبعا تشجيع الزملاء على انهم يخلصوا دكتوراه ويرجعوا عشان يفيدوا في يشاركوا مع زملائهم في الجامعات المصريه ومراكز الابحاث المصريه. لو هو تأخر عن 5 سنين وفي تخصص معين بياخد وقت أطول ممكن يجيب جواب من أستاذه وإحنا بنبعته للأستاذ دكتور رئيس القطاع بيدرس هذه الحالة بتبقى حالات فردية لكن مش كل التخصصات. وطبعا إحنا هي المشكلة إن بعض الزملاء فترة البعثة أو الأجازة الدراسية طالت زيادة عن اللزوم، يعني في بعض الناس بتطالب بمد 7 سنين وثمان سنين، فهنا كان القرار لابد منه أن تحديد مدة البعثة بتتحدد، وإذا كان هو أوشك على الانتهاء في سواء في المناقشة بتاعته قربت أو سواء في أن هو بيشتغل بعض التجارب والتجارب دي واخدة وقت أو في ظروف معينة خارج عن إرادته يكتب الكلام ده للمكتب الثقافي واحنا بنبعته لرئيس القطاع استاذ دكتور رئيس القطاع بيعرضه على اللجنه التنفيذيه وبيتاخد فيها قرار. لكن الموضوع ليس تعسفا ضد احد ولا الموضوع هو فقط مجرد تحديد مده الاجازه الدراسيه او البعثه على اساس ان احنا يبقى عندنا العمليه مش مفتوحه. وطبعا برضو الجامعات المصريه مطالبه بانها بتطبق الماده 155 و156 من قانون تنظيم الجامعات بان بيبقى عنده 5 سنين اذا ما خدش الدرجه بتاعته فبيحول لوظيفه اداريه. فمن الجهه المفيده عاوزه زميل يرجع والمجلس الاعلى للجامعات حط القواعد ان هي تبقى 5 سنين او تمد في بعض الاحوال او في بعض التخصصات. فاحنا بنقول دايما لزملائنا ارجعوا لنا بالتخصصات بتاعتكم وقولوا لنا ايه المشاكل وايه اللي خارج عن ارادتك واحنا نحاول نساعدكم بيه. شكرا.